خفافيش الظلام كل مرة تكتشف إحدى جرائمهم. بدلاً من شعورهم بالخزي يرتكبون جرائم بحق المجتمع السوري أكثر وحشية من سابقتها. أثناء مروره من إحدى الطرق الجبلية، أحد أهالي مضايا اشتبه بأمر غير طبيعي وأبلغ الجهات المختصة. مارق بالطريق لقيت ريحة وحشرات متواجدة، حد منها دبان ودبان فتقدمت من المكان شوي وتضايقت، فوجدت مشمعة موجود عليها بقع دم ومدل على انه في شيء بهالمكان، فاخذتها وتوجهت فيها الى الجهات المختصه، اعطيتهم اياها ولادت. رجعنا على نفس المكان فوجدنا 4 جثث لشباب، العمل ارهابي. انا لا بقول لك انه ارهابي واي لا 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 بقبلوا على حالي ولا بقبلوا على غيري ولا اي انسان سوري بيقبله، لانه هذا الانسان بدل سوري وبدل ابن هالبلد وكلنا شراكة بهذا البلد. الجهات المختصة توجهت إلى المكان المحدد لتكتشف مقبرة جماعية 4 من عناصر الجيش العربي السوري. العناصر 4 كانت المجموعات الإرهابية المسلحة قد اختطفتهم قبل 3 أشهر تقريبا. جينا على نبأ بلاغ، شفنا 4 جثث، مر عليها زمن فسخة، يعني شيء صار لها 6 أشهر تقريبا. الجثث كانت متفسخة ومتحللة ونقلت إلى مستشفى تشرين العسكري ليتم تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم أصولا. حماة الديار، أبناء سوريا، من حموا هيبة الوطن وصانوا الأرض، تلاحقهم يد الغدر ليقين الإرهابيين أن سوريا ستبقى منيعة برجالها.